اهلا بيكم في فيلم جديد. بيبدا الفيلم بتاعنا النهارده مع بو اللي بيكون نايم وبيحلم ان هو بيكون مقاتل وبيحمي المدينه مع الاشرار زي ما بيعمل المقاتلين الخمسه. بيروح بعدها بو لوالده في المطعم وبيكون فاتح مطعم لبيع النودلز وبيساعده في تقديم الاكل للزباين، وبيفرح والده طبعا لما بيلاقي بو بيساعده وبيوعده ان هو لما يكبر هيقول له الخلطه السريه اللي بيعملها في النودلز. لكن بنشوف ان بو ما بيكونش متحمس وبيقول لابوه انه بيحلم ان هو يكون مقاتل كونغ فو. بنروح بعد كده لقصر ضخم جدا على قمه الجبل، وبيظهر المعلم شيفو وهو بيقاتل المحاربين الخمسه وبيقدر ان هو يتصدى ليهم كلهم بكل سهوله، وكمان بنعرف ان هو بيدربهم وبيديهم نصايح علشان يكونوا اقوياء. بيدخل بعدها شيفو للمعلم اوجوي وبيكون على شكل سلحفه وبيكون عجوز جدا ولكنه بيكون حكيم جدا. بيتكلم اوجوي مع شيفو وبيقول له ان هو شاف في الحلم ان تاي لونج هيرجع مره تانيه للقريه، وبنشوف المعلم شيفو وهو مصدوم طبعا وقلقان وبيقول ان ده مستحيل يحصل لان تاي لونج مسجون في واحد من اقوى السجون في الصين. بينادي شيفو على الوزة زينج وبيطلب منها انها توصل للسجن اللي فيه تاي لونج وبيأمرهم ان هم يشددوا الحراسة على تاي لونج. بيقول الحكيم اوجوي لشيفو ان تاي لونج لو رجع للقرية هيستخدموا معاه مخطوطة التنين، وبنفهم ان اللي هيمتلك المخطوطة دي هيكون قوي جدا وهيقدر ان هو يوقف خطورة تاي لونج. بنرجع بعد كده للباندا بو اللي بيكون في المحل بيساعد والده وبيشوف اعلان ان المعلم اوجوي هيختار المقاتل التنين في اليوم ده. بيتكلم معاه ابوه وبيطلب منه ان هو ياخد معاه عربيه النودلز للقصر لان كل اهل القريه هيكونوا حاضرين اختيار المقاتل التنين علشان يبيع لهم النودلز. وبنروح بعد كده للقصر وبنشوف ان اهل القريه متجمعين فعلا، وبياخد بو فعلا معاه العربيه ولكن بيلاقي ان هو هيتاخر بسببها، وده لان السلالم كانت طويله جدا، وساعتها بيقرر ان هو هيسيبها ويطلع علشان يلحق الاحتفال. ولكن بمجرد ما بيوصل لباب القصر بيكون الباب اتقفل، وده لان المقاتلين الخمسه بيكونوا بداوا ان هما يبينوا مهاراتهم قدام المعلم اوجوي، وبيحاول الباندا ان هو بكل الطرق يدخل ولكنه مش بيقدر. بيوصل بعد كده لمكان فاضي وبيقعد على مجموعه كبيره من الالعاب الناريه وبيولع الفتيل، وفعلا بتنجح الفكره وبيقدر ان هو يطير جوه القلعه، ولكن بنتفاجئ لما بيقع في وسط المحاربين الخمسه. بيتفاجئ اكتر لما بيلاقي ان المعلم اوجوي بيشاور عليه وبيقول ان هو هيكون المقاتل التنين، وبنشوف اهل القريه كلهم وهم مبسوطين وبيحتفلوا بالخبر ده. بيجي بعد كده الحراس يشيلوا بو علشان يدخلوا له القصر ولكنهم مش بيقدروا لانه طبعا بيكون تقيل جدا. بيقول بعد كده شيفو للمعلم اوجوي ان طيران الباندا في السماء اكيد كان صدفه، وان الباندا ما ينفعش يكون هو التنين المقاتل، ولكن المعلم بيقول له ان كل حاجه بتحصل في العالم ليها سبب ومفيش حاجه اسمها صدفه. ولكن بنشوف ان شيفو مش مقتنع بكلامه وبيكون زعلان ان المقاتل التنين مش واحد من المقاتلين الخمسه اللي بيدربهم، وبيقرر ان هو يفكر في طريقه يتخلص بيها من الباندا بو. بيوصل بعد كده زينج للسجن وبيقابل مدير السجن اللي بيكون متضايق من طلب شيفو بزياده عدد الحراس، وده لان الحراس اللي على تاي لونج عددهم حوالي 1000 حارس، وبيقول لزينج انه استحاله انه يقدر يهرب. بينزل بعد كده مدير السجن مع زينج لزنزانه تاي لونج، وبيستفزه مدير السجن لما قال له ان المعلم اوجوي خلاص قرر مين اللي هيكون المقاتل التنين، ولكن بتقع ريشه من الوزه زينج وبيقدر تاي لونج ان هو ياخدها بديله. بنرجع مره تانيه لبو اللي بيستكشف القصر وبيكون منبهر بكميه الاسلحه اللي موجوده فيه، ولكنه فجاه بيلاقي قدامه شيفو وبيخاف منه طبعا، وبيوقع الفازه اللي فيها ارواح الالف محارب. بيتكلم شيفو مع بو وبيقول له ان هو مش التنين المقاتل وان هو عشان ياخد اللقب ده لازم يوصل لمخطوطه التنين، وبيقول له ان مستحيل ده يحصل لانه تخين جدا وكمان ما بيعرفش يلعب كونغ فو. بياخده بعدها للمكان اللي بيتدرب فيه المحاربين الخمسه وهم تايجرز وفايبر ومينكي ومينتس والطائر كارن. بيشوف بو لعبه صغيره جنبه فبيضربها ولكنها بترد له وبترميه في المكان اللي بيتدرب فيه المقاتلين الخمسه، وبتتحرك التماثيل الخشبيه اللي موجوده في المكان وبتفضل تضربه، ولانه طبعا ما بيعرفش يلعب كونغ فو فما بيكونش قادر ان هو يتفادى الضربات بتاعتهم، وبيقع كمان في النار. وبالليل بنشوف المحاربين الخمسه وهم زعلانين ان اوجوي ما اختارش حد منهم يكون هو المقاتل التنين، وبيفضلوا يتريقوا على بو لانه تخين وما بيعرفش يلعب كونغ فو، وبنلاقي ان بو كان بيسمعهم وبيزعل جدا من كلامهم عليه. اما بالليل ففي القصر بيقابل بو تايجرز اللي بتعامله بطريقه سيئه جدا، وكمان بتقول له ان مكانه في المحل يعمل نودلز مش في وسط المحاربين ابدا، فبيزعل بو جدا من كلامها وبيتاثر
وبنشوفه قاعد لوحده، وهنا بيجي المعلم أوجوي وبيسأله عن السبب اللي مخليه زعلان. ولما بيحكي له بو عن اللي حصل بيقول له أوجوي إن كل اللي نملكه هو الحاضر، وإننا لازم نشتغل على نفسنا في الحاضر علشان نحسن مستقبلنا، وبيسيبه وبيمشي. أما في نفس الوقت ده بيكون تاي لونج بيحرر نفسه من السجن باستخدام الريشة، وبيتصدم رئيس السجن وبيحاول زينج إن هو يهرب من المكان علشان يروح يبلغ شيفو، ولكن بيمنعه رئيس السجن. بيحاول بعد كده الحراس إن هما يضيقوا على تاي لونج بالرماح، ولكنه بيستخدمها وبيفك السلاسل اللي كان مربوط بيها، وكمان بيستخدم الرماح علشان يحاول يوصل بيها للحراس، وفعلا بيوصل لهم وبيبدأ إن هو يقتلهم. بيحاول الرئيس بعد كده واللي معاه إن هما يقتلوه بالديناميت، ولكنه بيقدر إن هو يوصل للديناميت قبل ما ينفجر، وبيرميه عليهم وبيقتلهم. وبيقدر تاي لونج إن هو يهرب من السجن وبيمسك زينج من رقبته، وبيطلب منه إن هو يبلغ أوجوي إن المقاتل التنين الحقيقي هيرجع مرة تانية. وفي تاني يوم بنشوف المقاتلين الخمسة بيتدربوا مع بو، وبيكونوا قاسيين معاه جدا علشان يستسلم ويسيب القلعة كلها ويمشي ويرجع تاني بقى للمدينة، ولكنه بيكون أقوى مما هم متخيلين وبيرفض إن هو يستسلم. وهنا بنشوف المعلم شيفو بيبدأ يدربه وبيبدأ يضربه كمان وبيرميه برا القصر. بيكون بو مع مينتس اللي بيحاول إن هو يعالجه بالإبر الصينية، وبتدخل عليهم تايجرز وبتحكي لهم عن تاي لونج، وبتحاول بطريقتها كده انها تخوف بو علشان يستسلم ويهرب. بتكمل بعدها تايجرز وبتحكي لبو حكاية تاي لونج، وان شيفو لقاه وهو صغير على باب القلعة، وان هو اخده وبدأ يكبره ويعلمه الكونغ فو، ولكن المعلم أوجوي كان شايف ان تاي لونج هيكون شخص شرير ورفض ان هو يكون هو المقاتل التنين، وكمان رفض ان هو يديله مخطوطة المقاتل التنين. وهنا تاي لونج فعلا ظهر على حقيقته وبدأ يطلع الشر اللي جواه، وهجم على المدينة كلها وقتل عدد كبير منها. وهنا بنعرف ان المعلم أوجوي وقتها هو الوحيد اللي قدر ان هو يوقفه بقوته الخارقة. بنشوف بعدها زينج بيوصل للقلعة وبيبلغ شيفو باللي حصل في السجن، وبيجري شيفو على المعلم أوجوي علشان يعرفه ان تاي لونج هرب من السجن. وهنا بيحاول أوجوي ان هو يطمنه وبيقوله ان المقاتل التنين هيقدر يخلص عليه. بيتعصب شيفو من رد أوجوي وبيقوله إن الباندا استحالة يكون هو التنين المقاتل، وده لأنه اختاره أصلا بالصدفة وإنه ما يعرفش حتى أساسيات الكونغ فو. ولكن أوجوي بيقوله إن مفيش حاجة اسمها صدفة، وإن شيفو لازم يهتم بيه ويديله الثقة، وهو وقتها هيقدر يخلص على تاي لونج. وبيديله عصاية القوة اللي معاه وبيختفي فجأة وبيتحول لورق شجر. وبنشوف شيفو وهو حزين لأن المعلم بتاعه مات. بيروح شيفو لبو والمقاتلين الخمسة وبيقول لهم على اللي حصل، وبيبلغهم ان بو هو اللي هيحارب تاي لونج، ولكن تايجرز بتتعصب وبتقول لشيفو ان المقاتلين الخمسة هيقدروا يوقفوه لان هو دربهم كويس، ولكن بيقول لهم شيفو ان المقاتل التنين هو بس اللي هيقدر عليه، وبيخاف بو لما بيسمع كده. وبنشوفه وهو بيجري علشان يهرب ويرجع مرة تانية للقرية. بيوقفه بعد كده شيفو وبيقول له ان المقاتل التنين ما ينفعش ان هو يهرب، ولكن بو بيقول له ان هو اعظم معلم في الصين لكن مش هيقدر يعلمه الكونغ فو لانه مش مقاتل ولا حاجه، وان هو مجرد باندا تخين بس. بتخرج تايجرز من القلعه ومعاها باقي المقاتلين الخمسه علشان يقاتلوا تاي لونج. وفي تاني يوم بنشوف بو وهو بيدور على اي حاجه ياكلها، وبيقول له شيفو ان المقاتل مينكي مخبي الاكل في اعلى رف في الاوضه، وبيستخبى شيفو. وبيتفاجئ بعدها ان بو قدر ان هو يطلع فعلا للرف اللي فوق وبيجيب الاكل بتاع مينكي. بياخده شيفو بعد كده لاعلى الجبل وبيقول له ان ده المكان اللي المعلم أوجوي علمه فيه الكونغ فو. ولما بيشوف شيفو ان بو بيحب الاكل بيقرر ان هو يعلمه الكونغ فو باستخدام الاكل. بتنجح فعلا فكره شيفو في انه يعلم بو الكونغ فو باستخدام الاكل، وبنشوف مستوى بو بيتطور جدا، وبيكون شيفو فرحان بكل مستواه اللي وصل له. بنروح بعد كده للتايجرز وباقي المحاربين اللي بيحاولوا ان هم يحاربوا تاي لونج، وبيحاولوا ان هم يقطعوا الحبل علشان تاي لونج ما يقدرش يوصل للقلعه، وبيهاجموه، ولكنه بيكون اقوى وبيقدر ان هو يغلبهم بعد قتال عنيف جدا. بيكون بو مع شيفو بيكون فرحان ان هو بدا يتعلم الكونغ فو بالفعل، ولكن فجاه بيدخل عليهم المقاتل كارين وهو شايل باقي المحاربين، وبيكون قدر ان هو يهرب بيهم قبل ما يقتلهم تاي لونج. بيحاول شيفو ان هو يعالجهم وفعلا بيقدر يرجع لهم قوتهم مره تانيه، وبيقولوا ان تاي لونج بقى اخطر واسرع من الاول، وبيقول لهم شيفو ان الباندا بو هو الوحيد اللي هيقدر ان هو يوقف تاي لونج. بيخاف بو طبعا وبيقول له ان هو استحاله يقدر على تاي لونج لوحده لان المحاربين الخمسه اقوى منه جدا،
وما قدروش ان هما يوقفوه، ولكن بيطمنوا شيفو وبيقول له ان هو هيدينه مخطوطة التنين المقاتل اللي هتخليه قوي جدا. بيستخدم بعد كده شيفو عصاية المعلم أوجوي وبيجمع أوراق الشجر اللي بتتجمع مع بعضها وبتظهر معاها مخطوطة التنين. بيمسكها بو وبيكون مبسوط في البداية، ولكن بيتفاجأ لما بيفتح المخطوطة ويلاقيها فاضية، وبيتصدم شيفو هو كمان لأنه ما بيكونش فاهم أوجوي يقصد إيه بالظبط، لأنه شاف إن المخطوطة فاضية وده سببه مش معروف. فبيأمرهم بعدها شيفو إن هم ياخدوا السكان لبره المدينة، وبيقول لهم إن هو هيفضل في القلعة علشان يحاول إن هو يمنع تاي لونج إنه يوصل للسكان، وبيودعهم وبيخرج. بيرجع بعد كده بول المدينة وبيقابل والده، ولما بيشوف والده حزين بيقول له إن هو هيفرحه وهيقول له الخلطة السرية للنودلز، وإن الخلطة السرية للنودلز هي إن النودلز تتاكل لوحدها من غير أي إضافات أصلا. وبيتفاجئ بو بكلام والده طبعا، وبيفتح المخطوطة مرة تانية وبيفهم إن هو يقدر يحقق أي هدف له من غير أي قوة إضافية ما دام هيثق في نفسه وبإمكانياته في إنه يحقق حلمه. في نفس الوقت بيوصل تاي لونج للقصر وبيهاجم شيفو وبيقول له إن هو السبب في إنه يفضل في السجن المدة دي كلها، وبيبدأ يهاجمه، ولكن شيفو بيقدر إن هو يتفادى هجماته، بس بيستخدم تاي لونج النار وبيهاجم بيها شيفو وبيقدر إن هو يهزمه، وكان على وشك إن هو يقتله. فجأة بيدخل بو عليهم وبيقول لتاي لونج إن هو المقاتل التنين، ولكن بيتري عليه تاي لونج لأنه مجرد باندا. بيوري له بو بعد كده المخطوطة فبيهجم عليه تاي لونج وبيضربه، ولكن بو بيرد له الضربة مرة تانية، فطبعا بيتعصب تاي لونج اللي بيهجم على بو بكل قوته، فبياخده بره القصر وبيقعوا على شجرة فبيستغلها بو وبيقدر إن هو يضرب بيها تاي لونج. بيهجم عليه تاي لونج مرة تانية وبيستخدم بو فروع الشجر في إنه يدافع عن نفسه، وبيداري المخطوطة بالأطباق وبيحركها بسرعة علشان ما يقدرش تاي لونج إن هو يوصل لها. بيقدر بعدها تاي لونج إن هو يعرف الطبق اللي تحته المخطوطة وبياخدها، ولكن بو بيقدر إن هو يوقعها من إيده وبيستخدم الألعاب النارية علشان يقدر إن هو يوصل لها قبل تاي لونج. بيوصل فعلا بو للمخطوطة ولكنه ما بيقدرش يتحكم في الألعاب النارية، فبيخبط في الجدار وبتطير منه فوق سطح البيت. بيتخيل بو بعد كده إن المخطوطة عبارة عن بسكوت، وبيبدأ يطلع على الجدار علشان يوصل لها، ولكن تاي لونج بيضرب الجدار بقوة كبيرة جدا بيتدمر وبتطير المخطوطة لبعيد، وبيهجم بعدها على بو وبيضربه. بيفتح تاي لونج المخطوطة وبيتصدم لما بيلاقيها فاضية، وبيقول له بو إن مفيش أي مخطوطة سرية ولا حاجة علشان يكون المقاتل التنين يعني، وإن هو لازم يثق في قدراته ووقتها هيحقق كل اللي بيتمناه بعيدا عن الشر. بيتعصب تاي لونج وبيضربه ضربة قوية جدا، فبيستغلها بو وبيمسكه من ديله وبيفضل يهاجمه وبيرميه لبعيد. بيهاجمه تاي لونج مرة تانية، ولكن بيستخدم بو حركات الكونغ فو اللي علمها له شيفو، وبيقدر ان هو يدافع عن نفسه وبيطيره في السماء ببطنه. بيمسكه بعدها من صباعه وبيقول له ان هو التنين المقاتل، وبيقول له ان هو هيقتله بحركة الاصبع اوشي، وفعلا بيعمل له حركة اوشي وبيدمره. بيرجع بو بعد كده للمدينة وبيفرح بيه كل اهل المدينة، وكمان بتنحني ليه تايجرز وباقي المحاربين الخمسة. وبيجري بو على القصر وبيطمن على شيفو وبيبلغه ان هو قدر يغلب تاي لونج ويخلص عليه، وبيفرح شيفو جدا بالخبر ده وبيقول له ان هو المقاتل التنين. ولحد هنا بيخلص فيلمنا عن الباندا المحاربة دي. نتمنى ان الحلقة والفيديو بتاعنا يكون عجبكم، لو عجبكم فعلا ما تنسوش تعملوا اللايك والشير، تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وعشان يوصل لكم كل جديد مننا. نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة، وسلام.